امبارح رجعنا بقى مره ثانيه لمنافسات الدوري المصري. كان عندنا طبعا زي ما حضراتكم تابعتم مواجهه قويه جدا مع نادي المقاولين العرب في استاد الجبل الاخضر وسط حاله غيابات كتير بين صفوف الفريق. قدرنا الحمد لله ان احنا نسجل هدفين مقابل هدف عشان نرفع رصيدنا للنقطه التاسعه من اجمالي ثلاث مباريات. لعبنا مع المصري وكسبنا 4-0، بعدها لعبنا مع الاسماعيلي وكسبنا 3-1، وامبارح مع المقاولين العرب وكسبنا 2-1. سجل طاهر محمد طاهر طبعا بعد غياب، وكمان سجل محمد هاني بعد غياب، ودي نقدر نقول ان هي من ضمن مكاسب مباراه الامس. ماتش كان مهم جدا الحقيقه، ونتيجته كانت منتظره في التوقيت ده بصفه خاصه، خصوصا طبعا بعد ما زي ما كنت بقول لكم من شويه احنا خسرنا بطولتين في اقل من شهرين، فبطبيعه الحال كان في عكنانه عند كل جماهير النادي الاهلي الحقيقه، فكان لازم امبارح نفوز بهذا اللقاء. وبالمناسبه يعني ما نقدرش نقول برضو يا مريم ان هي مصالحه قوي، لان اعتقد ان المصالحه الحقيقيه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي هو ان احنا نفوز بكل البطولات اللي جايه. دي حقيقه، وده يمكن يا كريم بيشكل طول الوقت ضغط على اي جهاز فني طبعا بيكون موجود يتولى مسؤوليه النادي الاهلي، انه جمهور النادي الاهلي لا يقبل بالهزيمه، لا يقبل بان هو يكون حتى رقم 2. ده اللي دايما بيشكل حاله من الضغط على لاعيب النادي الاهلي والجهاز الفني والجهاز الاداري، ولكن الحقيقه انه ده الطبيعي. يعني مفيش اي نادي بيعدي طول الوقت بمكسب مكسب، خاصه لما يكون مضغوط خلال الفترة الأخيرة. مفيش زي النادي الأهلي، مفيش يمكن احنا اتكلمنا مرارا وتكرارا انه النادي الأهلي بيخوض عدد كبير جدا من البطولات، ويمكن كمان مع المواجهات المحلية، فده أكيد بيشكل ضغط على اللعيبة وعلى الجهاز الفني أيضا. ولكن الحقيقة خلينا نتكلم أكتر عن مكاسب مباراة الأمس، ويمكن أولها طبعا الثلاث نقاط. يمكن أكيد دخلتنا المنافسة بسرعة في بطولة الدوري اللي بنحمل لقبها من الموسم الماضي. لسه قدامنا مباراتين قبل فترة التوقف أمام سيراميكا كليوباترا، بعد كده هنروح بقى لمباراة الجونة هيكونوا يوم الأربعاء، وبعد كده يوم السبت، بعد كده تاني حاجة فكرة برضو المكسب، إنك إحنا يعني أو النادي الأهلي يخرج بسرعة من مطب يمكن الهزيمة في السوبر ليج في التوقيت الحالي. تالت حاجة بقى ويمكن يعني دي الأهم، عودة أكتر من لاعب للمشاركة، ويمكن اكتساب أجواء المباريات، لأنه خلينا نقول الفترة اللي جاية عندنا تحديات كبيرة جدا، أهمها كأس العالم للأندية طبعا، يمكن خلاص بيتبقى يعني أقل من شهر، أو يمكن تحديدا هيبقى في شهر ديسمبر المقبل، وهيكون طبعا انطلاق مرحلة دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وأكيد يعني الأهم استكمال منافسات بطولة الدوري، البطولة المحببة لكل الأهلاوية. متفق معاكي جدا في جزئية الضغوط اللي بيعاني منها اللعيبة وبيعاني منها الجهاز الفني، وبطبيعة الحال لما بتمر عليكي فترات زي اللي احنا لسه فيها هنقول مجازا، يعني فكره ان احنا نخسر بطولتين في اقل من شهر ونص ولا شهرين، ده مش بس مش العادي، ده احنا المتعودين عليه هو العكس، ان النادي الاهلي بيفوز ببطولتين ثلاثه خلال شهرين، فالفكره كانت شبه صادمه. وبعدين عارفه مريم برضو اللي زود من عكنانه الجمهور، سيبك من فكره الخروج، وطبعا دي فكره يعني تعيسه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، بس انا بكلمك على ايه؟ لو كنت شفتي من الاداء ما يرضيكي وهنقول ما كانش فيه توفيق وطلعتي من البطوله، خلاص قدر الله ما شاء فعل، لكن لما تبقي لوهله كده حتى مش قادره تعرفي هو العطل فين او الخلل فين، هل التقصير يعني انجاز فرص كتير انجاز التعبير من عند اللعيبه ولا الجهاز الفني ولا فين، فاهم؟ الحاله دي بقى هي سر عكننه الاهلاويه. فبطبيعه الحال فرحنا لما النادي الاهلي يعني رجع مره ثانيه لفورمه الانتصارات بماتش امبارح، وتاني ارجع اقول لحضراتكم ان اكيد الحاجه الوحيده المرضيه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي الفتره اللي جايه بعد اللي عدى بيه الفتره البسيطه اللي فاتت، لا هو ان النادي الاهلي يفوز بكل البطولات بدون استثناء، غير كده ما فيش حاجه ممكن تبقى بالنسبه له، انا بتكلم على الجمهور، مرضيه.